النهارده رئيس عبد الفتاح السيسي بيتوجه لأوغندا وبيعقد جلسة مباحثات مع نظيره الأوغندي. السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن زيارة الرئيس لأوغندا جاية نتيجة لتلبية دعوة موجهة له من الرئيس الأوغندي، وزيارة بتهدف للتباحث مع الرئيس الأوغندي وكبار المسؤولين في أوغندا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وده طبعا في إطار انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة، حرص مصر كمان على تدعيم التعاون والتنسيق معهم في كل المجالات، كمان حتتطرق المباحثات لعدد من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوغندا. معايا على التليفون الأستاذ علاء حيدر، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ علاء صباح الخير وأهلا بيك يا فندم. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا، اتفضلي. أستاذ علاء، أهمية زيارة الرئيس السيسي لأوغندا وإيه أهم الملفات اللي ممكن تكون مطروحة ما بين الرئيسين؟ هذه الزيارة طبعا بتندرج في إطار ربط المصالح المصرية بالمصالح الإفريقية. تمام. إنه إحنا عارفين يعني إحنا عارفين عندما يكون هناك مصالح مشتركة بين الدول بتحتل طبعا أي نزاعات، وبيكون هناك عندما يكون هناك نوع من أنواع الخلافات بنستطيع إن إحنا نحلها بهدوء وبسكينة. المهم إن أوغندا طبعا إحنا عارفين هي إحدى دول حوض النيل، النيل الأبيض، إحنا عارفين النيل بيتكون من نيلين، النيل الأزرق الذي يأتي من أثيوبيا طبعا في الأساس ثم جنوب السودان، والنيل الأبيض الذي يأتي من كينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وبوروندي ورواندا. فأهمية دي أهمية إن بتدينا تقريبا 13% أوغندا من رصيد النيل الأبيض اللي هو بناخد منه 15% من الرصيد من النيل الكامل، إن هما الاثنين النيل الأبيض والأزرق يلتقيان في الخرطوم ويكونوا النيل الوحيد الذي يصب بعد ذلك في مصر ثم بعد ذلك في البحر الأبيض. فأنا عايز أقول إنه أوغندا ليها أهمية كبيرة جدا بالنسبة لنا، لكن في نفس الوقت في نفس التوقيت مصر بتقيم محور تنمية قناة السويس. أيوة. هناك اهتمام كبير جدا بهذا المحور لكي يكون محور لوجستي كبير، كثير من دول العالم كنا متواجدين في المؤتمر لعلماء المصريين بالخارج، هناك في اتفاقيات كثيره جدا سيكون هناك محور تصنيع، ولذلك كثير من الدول تريد ان تنفذ الى الاسواق الافريقيه، خاصه ان افريقيا اصبحت اليوم لديها اقتصاديات قويه، مصر لديها اتفاقيات مع دول افريقيا الثلاث تكتلات بيمثلوا تقريبا 700 مليون افريقي، بيمثلوا ثلثين الاقتصاد الافريقي اللي هي السادك والكوميسا والجنوب الافريقي. يريد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يربط في نفس التوقيت بين الاقتصاد المصري وهناك لدينا استثمارات كبيره جدا في اوغندا. على فكره يمكن ناس كثيره ما تعرفش ان مصر لديها استثمارات كثيره جدا، واحنا في وكاله انباء الشرق الاوسط عملنا جوله هناك وشفنا قد ايه ان هناك استثمارات مصريه، فاعتقد انها في غايه الاهميه. ده من كده بعض الناس بيتحدثوا يقولوا ان هي مثلا زياره ضد زياره المستشار الملك العاهل السعودي الى اثيوبيا على الاطلاق، دي مصر على الاطلاق لا تفكر في هذا الاتجاه، السعوديه بالنسبه لنا شقيقه طبعا، لانه مصر لو تريد ان هي تنتقم على سبيل المثال او يكون فكرها هذا الموضوع كانت جابت ايران، لان ايران على السعوديه ان هي تيجي بكره. طيب استاذ علاء، ممكن ايه اهم الملفات في نقاط سريعه اللي ممكن تكون ما بين الجانبين المصري والاوغندي ما بين الرئيسين؟ اهم الملفات مشروعات المصريه في اوغندا والاستثمارات المصريه في اوغندا وسيادتها، التعاون بين الثلاث تجمعات اللي هي التجمعات اللي هي الاسواق المفتوحه دلوقتي، مصر التي تستطيع ان تنفذ البضائع والمنتجات التي تصنع في مصر وليس فقط البضائع المصريه، يعني كل ما يصنع في مصر بس يكون له مكون بيزيد عن 50% او 45% تستطيع ان ينفذ بدون جمارك الى الاسواق الافريقيه، استغلال موقف مصر او تحويل الاقتصاد المصري في المرحله القادمه لاقتصاد قائم على الصناعه والزراعه خاصه التصدير، ولذلك هو من اهميه المكان ان يكون هناك هذا الجزء، لكن في المقابل بدلا من ان نستورد لحوم من البرازيل على سبيل المثال وطلب افريقيا ان نستورد هذه اللحوم من اوغندا، نستوردها من تنزانيا، نستوردها من الدول الافريقيه، خاصه ان هذه الدول لا تستخدم مخصبات او تستخدم اشياء يعني فيها طيب، كل حاجه عندهم طبيعي، احنا عارفين ان الراعي في افريقيا هائله، فاعتقد ان هو في المقابل ان يكون الاولويه الاستيراد من اللحوم وبعض والشاي وخلافه من الدول الافريقيه. تمام، بشكرك شكرا جزيلا علاء حيدر رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا على مداخلتك معنا، ودي كانت تفاصيل زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لاوغندا واهم الملفات اللي ممكن يتناولها الجانبين والرئيسين المصري وال أوغندي.